بدأت بالعمل في المجال الإنساني منذ عام 2009، وكانت فكرتي أنه كيف أدعم شريحة الأرامل والأيتام والعوائل المتعففة في محافظة ديالى. إضافة إلى محافظات أخرى كان في البصرة وفي العمارة وفي الديوانية وبابل وفي صلاح الدين، وما زالت حملاتي مستمرة، وإن شاء الله راح نفاجئكم بوجودنا في الأنبار وبعد إن شاء الله في الموصل، وبذلك يكون إنه منظمة الإلهام للأرامل والأيتام تكون غطت كل محافظات العراق. إلى أن تحصل كل أرملة على حقوقها وكل عائلة متعففة تأخذ حقها من الحكومة العراقية وينتهي الفقر اللي موجود بالعراق، ذاك الوقت أقدر أبطل أقول ماكو ناس تستحق أنه أودي لها مساعدات.